اي بونجور تو موند، عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. معكم امين امهاشكا، واليوم باش نحكيو على حاجه يعيشوها التوانسة الكل، اللي هي لي سيرفيس في تونس، يعني خدمات اللي تشمل في البلديه والماء والضوء والشرطه وكالفازات الكل. يا يعني باش تحكي على الترانسبور مالها؟ لا لا بابا، كيك على خاطر الترانسبور لازم حلقه كامله وحده. سو يا جماعه خلونا نبداو واحده واحده. كيف نقولوا بلديه؟ بس اول حاجه تجي لبالنا راحه وخدمات مستمره ومصلحة العامة قبل مصلحة الخاصة. اما انت في بالك هذا ايش باش تلقى؟ انا نتفكر اخر مرة قصيت تيكي وقتها انا النمر بتاعي 110 وما مازالو في النمر 5. اي نعم، حتى لو عندك دو زيتاب كي تبدا باش تمشي للبلدية لازمك تاخو كونجي تاع نهارين كانك تخدم، وكانك بيان سور تقرا باش ترسلك تفسع ولا الله اعلم ما عليكش باش تعمل. توا بعد ما تعدينا المرحلة الأولى لازمك تقص تيكي. اما رد بالك تضيعها تيكي هذيك على خاطر كان مشتري لها أي حاجة، نهار نتاعك باش يشوم باش تعاود نفس الخدمه الكل. بيان سور مينيموم باش تلقى قدامك 80 فرطه دونك باش ترسيلك تخرج تدوش تاكل تعشى تفطر تعملهم الكل، من بعديك ترجع البلديه ويا ربي باش الدور نتاعك يوصل. واللقطه الحدث كي توصل سي بون الدور نتاعك وتدخل البلديه باش تتضم ديك السخانه دوما توصل الغد. يا معلم ساعه يقولوا قايل كيفاه البلديه فيها برشا ناس وتسخن ياسر، علاش ما نعملوش حل باش نبردوها؟ احنا عملنا حل. اش قاموا عملوا؟ قاموا حطوا لك شباك محلول بحذير كيما تزريخت. اي وبخلاف عاد اللي خنا نقول عبد الكل على حسابها وداخله بعض قال لي عاد كان واحد منهم يدق وربي يقوم يعيط ولا يقول شبيكم التوا ولا شبيكم عطلتونا. تخرج له السيده الكريمه الجلطامه المهذبه اللطيفه الحنونه عليه يا اخي في روضه. يا بنتي يا اخي انت ماهيش مزيه يعني. وشوف انت كان نحسبوا لك عندك مال 11 بوست كافيه مع نص نهار فطور صحن تونسي دوبل تو تقطع ساعتين قبل الوقت نتاعك. والراجل هذاك عنده توا تقريبا 5 سوايع ويقف مسكين السخانه ضربته بحذاكم وانتوما ارجع خذ. تبقى فما كاتيجوري معينه تجي للبلديه تبهتك عرفتوما شكون هما اللي يدخلوا ديريكت للبيرو. يقول لك زعما كيفاش عندك زوج حلول، يا اما بجيب ورقه من عند الطبيب يا اما باش عنق العفيسه وتدخل. وبعد ما تشد هذاك الصف اللي الطول نتاعو قريب يوصل للشارع باش تسمع جملتين كان ساترك ربي بيان سور. كانك جاي تطلع في مضمون الريزو طاح الريزو ما طاحش الحبار وفاه الحبار ما وفاش الورق وفاو. والا يا جماعه اخر فلتك الجمعه اللي فاتت مشي نطلع في المضمون تلقى الاجابه مكتوبه على الباب من غير ما اصلا ندخل لداخل. تلقى معلقين ورقه كيف ما فيها اله الطباعه معطبه. ايه وكانك ما زلت صغير وموان ديبيوتون ومشيت وحدك البلديه باش تطلع مضمون بس باش تخرج لك تلعب السيده الجلطامه الكريمه المهذبه تحفونه اللطيفه الحنونه باش تجيبك كي هاك. وليدي سامحني يا الله غلط ما نجمش نعطيك مضمون، ما عندكش لا بطاقه تعريف لا بتاع امك لا بتاع ابوك، ما نجمش نعطيك مضمون سامحني. اختارنا توا من جماعه البلديه وخلينا نحكيو على السنه. الماء يا جماعه اي نعم تونس باش تدخل في كتاب تحطيم الارقام القياسيه بعد ما لقينا اقوى الحلول باش نحسنوا الخدمات تاع توزيع المياه. عرفتوا شنو الحل؟ عرفتوا كي بعد عرفتوها عزيز خمسة اخذوا قرض من نصلحوا الماتريال القديم. بيان سور نخليوكم في فاتورة الماء. اي نعم يا جماعة احنا في تونس نحسنوا الخدمات كيف نخليوكم في فاتورة الماء. مع العلم انه شطار الشمال الغربي والوسط الغربي مساكن توا ما عندهمش ماء ولا الماء يمشي يقص عليهم ولا مساكن يصبيو في الماء من القاعة وحالتها محليلة، واحنا نخليوكم ماشي هكايا ما تتحسن الخدمات، الخدمات تتحسن هكايا كيف المصور كبر. كيف الجنوب مساكن الماء وصلهم امبارح رحنا بالله وتبقى قاعد فازة عملتها الدولة التونسية كيف باش تقتصدوا في الماء. نقوموا نقصوا الماء جغنية كاملة كي نهار كامل في أي مناسبة في عيد في راس عام في أي حد لازم يقص الماء نهار كامل هكاك نصمين لا يصير كاسبيان نتاع ماء ولا نتردوا في الماء نتاعنا، حط لنا شوية الماء نتاعنا رايدين. شفت أنت القاعد تفرج فيها العيب كله فيك، شفت كان خلصت فلوس شفت الماء كله تهرد خاطرك ما خلصتش. شكون السراق ماما شكون اللي حالته محليله ماما لقيت في شكون ما فينا احنا ما نحمدوش في ربي. شوف الخدمات اللي عطوا فينا فيهم تونس راهي الدوله الوحيده اللي تعرف توزع الماء على قاعده شبيه سيبنا منهم خلينا نحكيوا على عشيره العمر توستاج. اول حاجه مستحيل الضابط يقص عليك تبدا حاجتك بيها، اما جوست حاجه بركه شعب كامل يحب يعرفها مش كان انا شكون اللي يكتب في الفواتير جيبوه لنا حي ولا ميت. علاش عمركم ما تجيو تشوفوا الكونتور؟ علاش ديما فاتوره تقديريه؟ وعلاش الفاتوره التقديريه يكون المونطون نتاعها زيد اربع مرات المونطون اللي فات كيف هي تقديريه؟ استنى يطلع دار البلديه تبعنا زاد نخلصوا فيها. وعلى ذكر دار البلديه انت ما عرفت علاش اشتر تونس يشعل واشتر لي خير ما يشعلش، وبالنسبه للشطار اللي ما يشعلش كان اليوم اصبح يشعل غدا تلقاه زاد كيف ما يشعلش. سي بون نهار بركه ضامينا. واحنا جبدنا الموضوع هذا نعرف 90% خطيهم هكا وعاملين جو، اما كال 10% اللي يتعدي ويهز حاجه هكا ويكسر فوتو بلي نحب نسالك شنو هي النقطه كي تكسر فوتو يشعل؟ تو احنا مكتوب نص فوتوات يا البيت تكسر انت واحد شبقى لنا هي مظلمه من عند ربي نكمل نظلموها هكاك. ليه وهي ضوكا هاو ولا جنينه ولا حيط وكيك تلقى كاتب عليه الكلام الكل يا ولدي ما فماش كلب والسبان ما فماش تبه ما ينساش ما ينقشهاش هذاك الحيط تاع ليش؟ يعمل فازه تحفونه هكا زين بها صلحوها جنينه نردوها بلاصه مزيانه لازم هكا الكرسي تركب اليوم غدا صباح مكسر. باهي يا سيدي نبعدوا البيت توا على السناد والستيك والبلديه. انت تعدى الشرطه تحب تعمل اعلان ضياع نتاع تليفون ولا تحب تطلع باسبور؟ شوف كانك ناوي تعمل اعلان ضياع تليفون خويا راني نهنيك ونقول لك سيب عليك وراك تضيع في وقتك على خاطر ما عندك وين باش توصل. لا قاعده تبرد على قلبك وتليفونك بح
اما كانك نيم تطلع باسبور باش يصير لك هكا. اي كيفاه سيدي الاوراق كامله؟ اي مرحبا بك خويا، انت سي فلان ال هاي؟ والله رقصتك نسخه من ورقه كذا وكذا. هما مساج هذا وريك لهم لك انا ما تقلقش روحك هذيك. اوه عايشك هي المال، ما قلتليش وقتاش ان شاء الله نطلع عليك باش نلقاو حضروا. والله انت قايد في دات 3 شهور ان شاء الله وياخذ وتكونوا مركبين لك. 3 شهور ابا بطير نستنى في الفيزا باش نطلع على روحي، في بالي ما عادش عليا وقت. قولي قولي تشرب قهوة انت ذو السكر؟ اه هايل هايل هايل. اي خليك مالا طلع عليا الويكاند جاي. الويكاند جاي الويكاند جاي ان شاء الله تلقاها حضرتك. حضرتك يب جاي شفتك قلت لكم راهو احسن سيرفيس عندنا. بالحق توا صارت لي حاجة تضحك. اختار الفلكة شفت انا كملت الفيديو صورتها وجاني مساج من عند ستيك، حليته نلقى مكتوب فيه ستيك تشكركم لتشجيع حملة ترشيد استهلاك ال ولا كيفاش هي؟ المهم حكاية هكا ستيك تشكركم لتشجيع حملة ترشيد كذا كذا نتاع استهلاك الضوء وكل شيء. جيت في بلاصتها جيت في وقتها يا خويا ما عملت شيء انا. يا جماعه قبل ما نبداو الحلقه هذه نحب نقول لكم على اللي كنا نحكيو فيه كل تفدلي كل العباد اللي نقدموهم راهم ما يمثلوش العاملين الكل في القطاعات اللي سميناهم، يعني بيان في كل بلاصه باش تلقى 50% ولا اكثر باهين ولا 50% خايبين ولا حتى اكثر، ديما فما الباهي والخايب في كل بلاصه يخدموا فيها العباد. اي سورتو زاد السوجي نتاع المناع كل بلادنا نقصها في النيفو نتاع المناع العام هذايا، دونك ان شاء الله ربي يرحمنا ونصب قدامي ونرجع كيما قبل شيخي. تو جيسبيغ تتحسن العقليه نتاعنا احنا التونس الكل، ونتمنى كانك منك 10% كي تعدى يكسر الفوتو من اليوم ما عادش تكسر الفوتوات. نحاولوا كلنا نصلحوا البلاد هذيا. ما تنساش تعمل ابوني للشان ولايك وتبارتاج الفيديو مع اصحابك الكل كانك تحب تضحك. اتس تايم تو، اتمنى عجبتكم الفيديو. ايه لا بروشين.